انها متجهه في الاتجاه الصحيح. ده اللي انت اي حاجه لا تقاس معالي الوزير ليس لها اهتمام. علاقه حضرتك بالسيد وزير الداخليه اخبارها ايه؟ داخليه هايله، احترمه من احترمه احترام فوق الوصف. انا شايف الراجل بيقوم بمجهود عظيم وطاقه جباره. طب هو رايه في حضرتك ايه؟ والله يا فندم حضرتك تساله هو. لا مش كاشخاص، انا بتكلم النهارده لما اجي اقول سواء كان بقى مسؤوليه الداخليه ولا الخارجيه، ايه اللي وقف موضوع الالكترونيك فيزا؟ ما وقفتش، ده اللجان بتجتمع لغايه حتى هذه اللحظه، وفي شركه معنيه مختارين شركه الماني بتشتغل فرنساوي انا اسف بتشتغل على موضوع الالكترونيك فيزا، واخد بالك؟ مع الوزير، مع الوزير انت عارف مهندس ابراهيم محلب لما كان رئيس وزراء راح وقع مع شركه فرنساوي في باريس وتم ايقاف العمل بالاي فيزا، اساسا الشركه دي ما بتنفذش حاجه لانها تم ايقاف هذا العمل. حضرتك لو بتقول لي ان اللجان تجتمع